السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ عملنا بيتزا بشكل مختلف، حاجه كده بجد جميله جدا جدا، وبحشوه الجبنه بجد خطيره. شايفين الجمال؟ اللهم بارك، حاجه كده خطيره زي العسل. تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقه الهايله بتاعه الجبنه بتاعتنا دي، بتاعه البيتزا بتاعتنا دي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بالف خير وسعاده وراحه بال، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناه الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل البيتزا بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه يا جماعه، وشكل كمان شكل جميل جدا وهتعجب الولاد. حطيتي ايه او عندك ايه مكوناتها؟ عندي كيلو من الدقيق، نزلت عليه بالخميره الفوريه معلقتين حلوين، عشان انتوا عارفين الجو برد، احنا في الشتاء يا جماعه والجو برد دلوقتي. نزلت عليه بمعلقتين كبار من الخميره الفوريه ومعلقتين من السكر، تمام، وعندي كمان معلقتين كبار من اللبن البودر. عجينه البيتزا عملتها معاكم مره باللبن الحليب ومره بزبادي، تمام كده. حطيت معلقتين كبار من اللبن الحليب ورشه ملح كده صغيره، تمام، بسم الله، وادي رشه الملح، رشه خفيفه كده من الملح، وهقلب كل المقادير بتاعتنا دي ببعضها، تمام. عندي الزيت، بس الزيت مش هحطه دلوقتي، تمام. معلقتين كبار كده من الزيت هلم بيه العجينه يا جماعه. قلبت كده كل المقادير كلها ببعضها، تمام، زي الفل. هبتدي اعجن بميه دافيه، في ابسط بقى من كده، ميه دافيه اهي، ونبتدي بقى ايه نعجن واحده واحده كده. بسم الله، طبعا هعجن بايدي، طلع المعلقه دي خالص ونعجن بايدينا بقى. خلاص لميت العجينه بالشكل ده، اخر حاجه انا هنزل بيها بقى معلقتين الزيت اهو، تمام كده، والم بيها العجين بقى يا جماعه. بصوا العجينه عندي بسم الله ما شاء الله حلوه قوي قوي، بتلزق بس خفيف، تمام. هلم بقى العجينه كده بمعلقتين الزيت دول كده. خلاص لمينا العجينه زي ما انتم شايفين، وعايزه اقول لكم الميه يا جماعه، كميه الميه بتختلف من نوع دقيق لاخر، تمام، يبقى الميه على حسب نوع الدقيق بتاعك ما ياخد، تمام كده. كده زي ما انتم شايفين، خلاص بصوا بقى العجينه بتاعتنا عامله زي الاستيك ازاي، جميله قوي ازاي، تمام كده. هسيبها بقى احطها في مكان دافي، اغطيها واسيبها في مكان دافي تخمر، تمام. هنا العجينه بسم الله ما شاء الله خمرت على طول، هنبتدي بقى نهبطها ونخرج اي هواء فيها بالشكل ده، تمام. عايزه اقول لكم يا جماعه العجينه ممتازه، بصوا عامله ازاي، شايفين الجمال، مو بجد ممتازه، ادام تخدميها كويس في العجن هتديكي نتيجه ممتازه وهايله جدا. هنبتدي بقى نمسك العجينه بتاعتنا دي بسم الله، تمام، ونكورها كده لكور متساويه اهو، على حسب ما انا عايزه البيتزا بتاعتي كبيره ولا صغيره. بسم الله، هبتدي بقى اكورها كده اهو، على حسب الكوره بتاعتي اللي انا حباها. نحاول ان احنا ايه نخليها يا جماعة متساوية كده، تمام. تمام كده، هنبتدي بقى اول كرة دي خلصناها ناخدها، هنبتدي بقى اول كره ديت كورناها، هنبتدي نفتحها كده ايه مستطيل، نسويها مستطيل. بصوا بتتفتح معايا بكل سهوله ازاي اهو بالشكل ده، نحاول بس ان احنا نفتحها ايه مستطيل كده، تمام. خلاص فردناها بالشكل ده مستطيل، حلو قوي كده، تمام. هنجيب بقى ايه حبه كده من الجبنه الموزاريلا اهو، نحطها كده
اهو، ونبتدي نقفل كده. الولاد يا جماعة الطرف ده مش هيلبوه، هياكلوه لان فيها جبنة. تمام، وادي الناحية التانية برضو اهي. هنعمل ايه؟ الاربع جوانب دول يا جماعة هنحشيهم كده اهو بالشكل ده بالجبنة الموتزاريلا، ونقفلها كويس. وادي الطرف التاني اهو بالشكل ده، شايفين بقى الجمال؟ اهم حاجة تقفلي كويس. وادي الطرف التاني بالشكل ده، ونقفل كويس على الجبنة اهو اهي بالشكل ده، شايفين بقى اهو. ده من شكل حلو قوي وشكل جديد كمان، الولاد هيحبوها بالشكل ده. خلاص قفلنا كويس بالشكل ده اهو. نجيب الصينية بتاعتنا بقى ونبتدي نحط فيها. عايزة اقولك الطريقة دي جميلة جدا وهتعجب الولاد، شايفين الجمال؟ يلا نعمل واحدة كمان مع بعض. بسم الله، هنجيب قطعة كده ونبتدي نفرد زي ما قلنا مستطيل. خلاص كده فردنا المستطيل بتاعنا، هنبتدي بقى نجيب قطعة كده من الجبنة بالشكل ده، ونبتدي نقفل الجنب التاني نفس الطريقة. حبة حلوين كده من الجبنة اهو، نظبط كده اهم حاجة بس اهو، ونبتدي نقفل اهو بالشكل ده. وادي الجنب التاني برضو اهو، نقفلها كويس كده. شايفين الجمال بقى؟ اهم حاجة اقفلي الايه الاطراف دي يا جماعة كويس، عشان مع الخمرة ممكن تتفتح منك. يبقى اهم حاجة تقفلي العجينة كويس كده. تمام، خلاص كده خلصنا اهو. شايفة الجمال؟ شايفة شكلها اصلا كمان جميلة بجد بجد، حلوة قوي. شايفين الجمال؟ واشيلها على الصينية. اخلص انا بقى بقيت الكمية بتاعتي كده اهو. هنا بقى على ما البيتزا بتاعتنا او عجينة البيتزا شكلناها وسبتها تخمر شوية. تمام، عملت بقى ايه صلصة البيتزا دي يا جماعة، حاجة كده بجد خطيرة، هقول لكم دلوقتي عملتها ازاي. تمام، المهم عندي هنا صلصة البيتزا. تمام، خلصناها. وعندي هنا فلفل الوان كمان مجهزة، وعندي احنا هنا البيتزا بتاعتنا هنعملها بالجبن بس. تمام، عندي هنا جبنة رومي، عندي هنا لانشون مقطعة بالشكل ده، وطبعا عندي الجبنة الموتزاريلا، عندي زيتون. تمام كده، هنبتدي بقى نجيب الصينية بتاعتنا اللي فيها البيتزا بتاعتنا دي. تمام اهو بالشكل ده، شايفين الجمال بقى. هقول لكم يا جماعة البيتزا بتاع الصلصة بتاعت البيتزا عملناها ازاي. فصيت من الثوم على معيار الطماطم اللي انت حابة تعمليه للبيتزا. تمام، يعني مثلا حبيتين طماطم او ثلاثة، اغسليهم كويس ونضفيهم حلو مع فصين الثوم مع بصلية صغيرة ومع ملح وزعتر وفلفل اسمر وايه تاني يا ربي، اللهم صل على النبي، ملح وفلفل وزعتر وايه تاني، او توم بودر وبصل بودر، واضربيهم في الخلاط الاول. تمام كده، وبعد ما تضربيهم في الخلاط حطيهم على النار يتسبكوا بقى، هيتقلوا معاكي ويبقوا بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. شايفه الجمال اهو. هنا بقى هنبتدي نحط الصلصه بتاعتنا، شايفين هي قد ايه تقيله وحلوه قوي بجد، جميله جدا. طبعا مش هنطلع على الاحراف بتاعت البيتزا عشان ما تتحرقش مننا، بس مجرد ان احنا ايه هنحط كده حاجات بسيطة كده اهو في البيتزا من تحت كده بالشكل ده. شايفين الجمال يا جماعة؟ حاجة كده بجد خطيرة. طيب هنحط ايه تاني؟ هنحط بقى جبنة، حبة جبنة كده من الجبنة الرومي
تمام بالشكل ده. حبة ايه، حبة لانشون برضو. بسم الله اهو بالشكل ده زي الفل. تمام نجيب بقى الفلفل بتاعنا. تمام نحط، شايفين الجمال، هنجيب بقى حبة فلفل الوان زي ما احنا عاملينه، الالوان الجميل ده الاحمر والاخضر والاصفر، حاجة كده في منتهى الجمال يا جماعة، اللهم بارك. يبقى احنا ليه نشتري البيتزا من برة ونأكل اولادنا حاجة من برة ما نعرفش معمولة ازاي؟ لا نعملها في البيت وبرضو باشكال مختلفة وزي ما هم عايزين. وطبعا مقاديرها مش بسيط، يعني بسيطة وسهلة ومش مكلفة معانا يا جماعة، ما تعمليها في البيت والله ما مكلفة خالص. تمام بصوا الجمال بقى، اللهم صل على النبي عليه كده. تمام نحط كمان ايه بقى، نحط حبة كده على الوش من الجبنة الموتزاريلا القمر دي بالشكل ده، شايفين الجمال. ايه كمان هنحطه، نجيب بقى الزيتون بتاعنا اخر حاجة، الزيتون بتاعنا الجميل اهو، نجيب الزيتون بقى نحطه رفر. شايفين الجمال يا جماعة، يعني الشكل بيتكلم عن نفسه. ادي الزيتون بتاعنا كمان اهو، وبكده الصينية بتاعتنا يا جماعة جاهزة كده، البيتزا بتاعتنا تمام. طب نيجي بقى للاطراف دي عشان تحمر معانا وتاخد لون جميل كده. عندك لبن ادهني، ادهني الطرف ده باللبن، ما عندكيش لبن يبقى معلقه سكر مع حبه ميه صغيرين. تمام وابتدي ايه، ادهني الجنب بتاع البيتزا بتاعتنا كده بالشكل الحلو ده. تمام وممكن نمشي كده على الجوانب دي بحاجات بسيطه كده من السمسم، او لو عندك حبه البركه تحطي برضو حاجة بسيطة كده اهي كده زي الفل. وطبعا ندخلها على درجة حرارة يا جماعة 200 او 220 يا جماعة. تمام اهو بالشكل ده، شايفين الجمال. وادي كده البيتزا بعد ما طلعت بقى، بسم الله ما شاء الله حاجة كده بجد خطيرة، شايفين قد ايه هي طرية قوي. وادي السوا بتاعها كمان من تحت، بسم الله ما شاء الله، شايفين جميلة جميلة وهشة جدا. وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكل. ايه رأيك في البيتزا بتاعتنا الخطيرة دي؟ لو عجبك الفيديو هتنسيني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.